السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختي معك منبر الحياة المغربية. احنا ناس مواطنين مغاربة، الهم ديالنا هو القضايا ديال الشعب، هموم الشعب. جينا عندكم، قولوا لنا فين كتسكنوا. كنسكنوا في دار السلطان، دار القريعة، الزنقة 18، رقم 56. اشنو اختي المشكل اللي عندكم؟ المشكل ان القانون اخويا في هاد البلاد اخويا ما حماناش. المحكمة حكمت علينا اخويا بإفراغ، وحنا ساكنين مدة 50 عام. الوالد ديالي عذبوه في هاد الدار اخويا. العون القضائي جا وسبني، سبني انا بالهضرة الخايبة، وسمعوه الناس بالدرب، بقى كيشتم فيا وعير فيا. اييه. علاش؟ حيت قلت لي ما غنخرجوش، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش فين نمشيو، حنا ما عندناش فين نمشيو. وبقى كيسب فيا وشتم فيا وسمعوه الناس وكلشي. هادشي اللي كاين اخويا. واش طرا من بعده هادشي؟ من بعده جات، من بعده اخويا شدو بابا، اختطفوه، جاو لعندنا الدار واختطفوه من الباب، من العتبه اختطفوه. ما جابوكم حتى شي اعلان؟ لا، كان جابو كونفوكاسيون تاع السيده. مشينا عندهم الكوميساريه شحال من مره، مشينا الكوميساريه الاولى عذبونا فيها، عاوتاني مشينا لابيجي. شنو هو نوع التعذيب اللي لقيتي في الكوميساريه؟ الكوميساريه خويا كنمشيو من الصباح حتى لوحده النهار، وكيقولنا رجعوا مع ثلاثه، وواحد كيلو حنا لواحد، تيقول لك علاش ما بغيتوش تخويو هاد الناس؟ هاد الناس انتم راكم خاويين خاويين، وحنا ما عندناش. نقول اخويا راه ما عندناش فين نسكنوا، راه ما عندناش فين نسكنوا، عندنا غير الله، ما عندنا لا سكن لا والو. تيقول لك لا انتم راكم خاويين خاويين غادي نتخويو. عاوتاني داك بربوش كيتكرفص علينا بلسانو خايب، كنحشم انا نقول هذيك الهضره الخايبه اللي قال لينا في الكوميساريه، انا وراجلي باكلين، وكيقول راجلي ماشي انت ماشي راجل. لا ولدي ما دار والو، ما دار والو ولدي، والو ما دار والو، ما دار والو، ما دار والو، دوا غير على الحق، ما هو دار الباب وكانوا شدوه قبطوه جروه، ما دار ولدي حتى حاجه، ولدي ما دار حتى حاجه. ولدي ما دار حتى حاجه، راه مظلوم 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 مظلوم. باش كطالبي دابا؟ باش كطالبي؟ اش كنطالب؟ نطالب بالله الحق سبحانه، هو ياخذ الحق. صافي هادشي اللي كنطالب، كنطالب بمحمد السادس يوقف معايا، راني مظلومه. باه وطني حر، باه وطني حر، اللي ما كانش يعلق الرايه هو اللي كان يعلقها. هاد الرايه اللي معلقه فوق من ايام محمد الخامس وهي عنده، هو اللي كيعلقها. الناس ما كانوش يقدروا يتقال لهم، هما هو كيعلقهم. ضغوط الوطن الحر، ضغوط الوطن الحر. كان مقاوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وتداو على ولدي، تداو على ولدي، تداو على ولدي. هما عاطين المال طيب، حنا عاطين عيط الله رسول الله ومحمد السادس. الله ينصر الملك وعاش الملك، الله ينصر الملك، الله ينصر عاش محمد السادس. الله ينصر على الحق. مشى مظلوم، مشى مظلوم وليداتي، مشى مظلوم وليداتي، مشى مظلوم. باش كتحسي؟ باش كتحسي المهمة اليوم؟ أه؟ ولدك ما كاينش، باش كتحسي؟ أه؟ باش كتحسي اليوم ولدك ما كاينش؟ حسيت بالظلم، الظلم، حسيت بالظلم أولدي. 2017 وباقي الظلم في دولة الحق والقانون، وباقي الظلم بزاف. إلا الفلوس، وقال لك الفلوس ديال عدمين، قال لك الفلوس اللي غادي يعطينا يعطيها للمخزن، عطوها للمخزن، ما عطوهاش لينا حنا. 50 عام ماشي سهلة، كبروا ولادي كلهم هنا، كلشي تزوجنا، هادو زادو في يديا. الحمد لله. الحمد لله وليدي الحمد لله. اش غنقول لك؟ قلبي راه عامر عامر عامر، الله اللي عام يكون خير ان شاء الله. عنده الرشوه، كيعطي الرشوه، وزور واحد لاكارت لاسيونال، سكن معنا واحد وواحد ما ساكنش معنا، وعنده النفوذ وعنده المال. الاسم ديال هذا اسمه ليعقوب هشام وعبد الطيف وزكريا الطيف. هما ثلاثه، واحد قصير وجوج كبار، هما اللي كيديروا كيعطيو المال والرشوه والنفوذ
فين ما مشاو كيعطيو المال والرشوه. اي بابا اي بابا طرحناه كيسدوا علينا هاد الناس كيما حنا وعدوا دابا داروا لكم بانكم نتوما كتماطلوا في اداء الكير. حنا مده 50 عام ما تماطرناش وتامنا تماطر امي يلا شراوها 13 عام وداروا لنا كنتماطلوا. فايت لك سبق لك انت تمشيتي للكوميساريه انت وباباك. مشيت نهار اللي جاو هزوا بابا من الباب ما نقولش لك كيفاش هزوا كيف شي في مجرم كيفاش شاف بابا مسكين عنده 58 عام راجل كبير جاو جروه سخف ليهم في الزنقه ما حلوش فيه خويا هبط عنده هبط عنده خويا حفيانه برجليه حفيانه قلت لهم علاش غديو بابا قال لي لا غنديو على قبل الدار درتو العصيان ما بغيتوش تخرجوا من الدار قلت لي حنا ما عندناش فين نسكنوا غير انا ما عندي ما ندير ليكم وما يديو كوميساريه مشيت انا وبابا الكوميساريه وهذا كعب الكبير بربوش اخويا ما نقولش يقول لي خارجين خارجين كلام اللي قال لي واحد الكلام راه ما في ما يتقال الوالد ديالي قال هذا عبد الكريم بربوش ياك عبد الكبير بربوش عبد الكبير بربوش شنو هي الليله ديالو ضابط شرطه ضابط شرطه ضابط شرطه اخويا ما احترمكمش ما احترمناش ما احترمنيش انا جالسه حدا با اخويا ما احترمنيش هذه الكوميساريه الساتيه الساتيه ما بيجيش عندك السلطان ديال الجماعه كيسب باباك كوميساري انا وبابا جالسين اخويا وقال لي ودوا معنا بواحد الطريقه واحد الطريقه اخويا ومهبطين بابا مهبطين للجيون اخويا وانا واقفه حداه ويقول لي هذاك بربوش قال لي زيدي طلعي قال لي زيدي طلعي باش نهبطك نجبعكني وبقاو كيخرعوا بابا بيا انا زعما راه غير شدوني وهذا الشيء علاش بقاو شادين بابا في كوميساري في مدارك دابا علاش شادين باباك علاش شادين وقال لك دير العصيان حيت ما بغيناش نخرجوا تذكير عبد السلام دغوغي للعمر ديالو 58 سنه وجه نداء عبر اليوتيوب وقال انه هناك عده تجاوزات شابت الملف الافراغ وان هناك محسوبيه وزبونيه وقال ان هناك كذلك تزوير في الملف ديالو اخر كلمه بغيتو توجهو اشنا هي حنا كنطلبوا القانون لا كان شي قانون حنا ما بقيناش شيقين في القانون حيت المحكمة اللي حكمت علينا وهاد القضية اللي حكمت علينا خويا في الابتدائي وحكمت علينا في الستينات يعني كيقول لنا الناس ما عندهاش حق تحكم عليكم ابتدائي والستينات وحكمت علينا وعذباتنا بهذا الحكم اللي حكمت علينا ما شافتش الطرف ديالنا لدرجة انهم اللي حكموا علينا كاع بالتماطل ما عطاوناش وقت باش نخلصوا التماطل ما عطاوناش الوقت لا باش نخرجوا ما عطاوناش حتى شي حاجة جانا داكشي كلشي بالزربه خويا كلشي كلشي ودابا راه محاصريننا وحابسيننا راه حنا محبوسين في الدار ماكله خويا ما كنعرفش يجيبوا علينا الجيران الناس يجيبوا لنا العائله يجيبوا دابا نتوما سادين على راسكم هنايا سادين على راسنا ما كتخرجوش ما كنخرجوش جاو لينا خويا البوليس جاو لينا البوليس جاو لينا البوليس مع 9 الليل وبغاو يحلوا علينا الباب قال لنا هبطوا خذوا السيدعه وتسعوا السيدعه واش كاينه شي سيدعه مع 9 الليل اخويا قلت له اخويا راه السيدعه ماشي مع 9 الليل قال لي قلت لك هبطي هبطي كيهدد فيا مع 9 الليل وما بغيتش انا ما تصديت عليا الشرج وماما خويا فتحت وانا فتحت لزات بسحات وشدات لي الخلع هادشي اللي كتب الله علينا الحمد لله اللهم لك واش كتحسي براسك بالك ولا كالمواطنه في هذا البلاد ما كاينش اخويا كاينش كاين غير النفوذ والمال هادشي اللي كاين هاد يعقوبي عنده غير النفوذ والمال هو اللي كيحكم بهم فين ما مشى كيسد علينا البيبان اي باب طرقناه كيسدوا علينا هادشي اللي كاين اخويا